رسالتي من خلالكم أيها السادة نوجهها جميعاً لطلبة رديف مجلس علماء العراق. يا طلاب الرديف، لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا وأنا مسؤول عام على الرديف. إياكم أن تتخلوا عن ثغوركم وعن مساجدكم وعن رباطكم وعن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجتمع يريدكم، الناس يريدونكم، الناس اليوم في تيه وضلال، الناس اليوم يحتاجون الكلمة الصالحة الصادقة النابعة من القلب. فإياكم أن تتخلوا عن دينكم أولاً وعن مشريعكم وعن مؤسستكم. نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.